أمام القضاء وقف الداعية المصري الشهير محمد حسان ليس كمتهم وإنما شاهد فيما يعرف بقضية خلية داعش إمبابة. أمام المحكمة تبرأ حسان من أفعال الإخوان وأكد أنها فشلت في الحكم، بل أكثر من ذلك اعترف حسان أن جماعة الإخوان تورطت في العنف والدماء. لم توفق الجماعة في حكم مصر، ولما حدث الصدام بين الجماعة وبين الدولة رفعت الجماعة شعار الشرعية أو الدماء. كان حسان واضحا في إجاباته دون مراوغات، عكس الداعي الآخر محمد حسين يعقوب الذي حضر سابقا أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في ذات القضية بعد أن اعترف المتهمون في خلية داعش أنهم ساروا على نهج حسان ويعقوب. في شهادته تجنب يعقوب إدانة الإخوان وتجنب أيضا إدانة أشهر منظر للجماعات الإرهابية سيد قطب، وحين سئل يعقوب عن حكم استهداف المسلم وغير المسلم رد أنه لا يجوز استهداف المسلمين فقط. ما حكم الاعتداء على المسلمين وغير المسلمين؟ ما حكم الاعتداء على المسلمين وغير المسلمين؟ لا يجوز الاعتداء على المسلم ولا قتل المسلم. على عكس تلك المراوغات كان حسان أكثر وضوحا، فقد أكد خلال شهادته أن الفكر القطبي نسبة لسيد قطب هو أساس الجماعات الإرهابية. وعلى عكس يعقوب أكد حسان في شهادته أنه لا يجوز استهداف المسلمين أو غير المسلمين. أي جماعة تستحل الدماء المحرمة للمسلمين والدماء المعصومة للذميين فإنها جماعة منحرفة. لكن ما ذكره حسان أمام المحكمة ليس الحقيقة الكاملة، فجماعة الإخوان التي أدانها سبق وأيدها، بل وكان أحد هؤلاء الذين كانوا يهددون بالفوضى وكان يشارك في فعاليات الإخوان. نستطيع بفضل الله جل وعلا أن نخرج ملايين الشباب، لا يجوز على الإطلاق أن يخرج البعض بالأمس وينادي ويقول ارحل. كان حسان أيضا أحد المحرضين على العنف في سوريا، وكانت له خطابات تدعو لحمل السلاح والذهاب إلى تلك البلاد. أن الجهاد واجب بالنفس والمال والسلاح. ظل حسان مؤيدا للإخوان حتى اللحظة الأخيرة، فحتى يوم 14 من أغسطس عام 2013 كان حسان ويعقوب على منصة نصبها الإخوان في ميدان مصطفى محمود يؤيدان الجماعة. فأنا ما أتيت اليوم لأتكلم، وإنما أتيت لأقول دمي ليس أغلى من دمائكم. لكن بعد هذا المشهد اختفى حسان ويعقوب ليعود للظهور أمام القضاء كشاهدين وليس كمتهمين، لكن المحكمة سمحت بتصوير شهادتهما بشكل كامل ليكتشف الرأي العام أنهما لم يكونا مجرد شهودا، بل كانوا متورطين في أسوأ فترة شهدتها مصر خلال العقد الماضي. تأكد الرأي العام أيضا كيف كان هؤلاء يتلاعبون بالدين ويطوعون الفتاوى لخداع الناس ويغيرون أفكارهم من وقت لآخر حسب مصلحتهم الشخصية. حضر حسان ويعقوب هنا كشهود، إلا أنهم في نظر الكثيرين ما زالوا متهمين باستغلال الدين لخداع الآلاف منذ أن ظهروا للعلن قبل سنوات واعتلوا المنابر دون تصريح وعملوا على بث الأفكار المتطرفة، ثم حين مثلوا أمام القضاء لجأوا للخداع والمراوغة والإنكار، حتى أن شخصا كيعقوب كان يحلو له قديما التصرف كعالم له أتباع، لكنه حين مثل أمام المحكمة لم يجد مفراً لإخفاء أفكاره المتطرفة سوى بالادعاء أنه جاهل. في كل المجالات تتكلم، إنما أنت حبست على قد ما تعرف أنا جاهل. وهكذا أمام هذه التناقضات والمراوغات لا يخرج الأمر عن احتمالين، إما أن هؤلاء خدعوا أتباعهم قديماً أو هم يخدعون الرأي العام الآن.